شارك مئات الإسرائيليين من التيار اليميني والقوميين من أقصى اليمين شاركوا في مؤتمر حول إعادة إنشاء مستوطنات في قطاع غزة. المؤتمر عقد بالقرب من الحدود مع غزة، وشارك به عدد من نواب الكنيسة الإسرائيلي بما في ذلك أعضاء من حزب الليكود الذي ينتمي له الرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. يشار إلى أنه منذ اندلاع حرب إسرائيل مع حماس انتقلت حركة إعادة الاستيطان في غزة من الهوامش إلى الخطاب السياسي لدى الأحزاب اليمينية، وكان نتنياهو قد رفض فكرة إعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة بعد أن أخليت في عام. أخي مصري أخي نخون، لا بكفي بصراحة، هذا هو الحل الأكثر أخلاقية والأكثر صوابا، ليس بالقوة بل بمنح الفلسطينيين في غزة فرصة المغادرة إلى دول أخرى، لأن أرض إسرائيل هي أرضنا. لقد لاحظت أن العديد من وجهات نظرنا تتوافق في النهاية مع وجهة نظر رئيس الوزراء، وأمل أنه سوف يشاطرنا في نهاية المطاف وجهة نظرنا بشأن قضية المستوطنات في غزة أيضا. ظهرت طفلة فلسطينية في مقطع فيديو وهي تمشي على الطريق وتحمل أختها التي دهستها سيارة، محاولة أن تصل بها إلى المخيم الذي يقطنون فيه والذي يبعد كيلومترين عن مكان تواجدهما. طيب وين مودياها؟ بتروح على عرشتنا. وانت مش تعبانة وانت حملاها هيك؟ تعبانة ولا لا؟ تعبانة وصعب أحملها. تمشي الطفلة أسماء تحت لهيب الشمس الحارقة، تحمل أختها الصغيرة بين ذراعيها. خطواتها بطيئة مثقلة بالألم والخوف، لكنها لم تتوقف. الطريق طويلة أمامها، كيلومتران حتى تصل. حملت أختها التي دهستها سيارة ومشت بها حتى أوصلتها إلى خيمتها. كانت أختها اللي هي سمية هذه كانت معها تتسبب الله، أخذتها قالت لي يما بدي أطلع، أنا ما بردش يعطوني عشان كبير بيضربوني الناس، في ولاد حلال بدوني على هوا أختنا، أخذت أختي معي بحنوا على أختي الصغير وبدوها، أخذت أختها معاها وإنها ولاد الحلال بقت جاي تحت سيارة وابن الحلال مدعس البنت وشارد مشي مسعف البنت. وصلت الطفلة إلى أمها هناك حيث التأم جرحها وخف وجعها وعاد إليها الأمان، هذا الأمان الذي فقده كل أطفال غزة. وكانت تقارير أممية عديدة قد أكدت أن أطفال القطاع يعيشون ظروفاً لم يشهد لها مثيل في أي صراع آخر، ليبقى الطفل الحلقة الأضعف في كل صراع.